السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى. محاضرة اليوم عن Parallel AC Circuit. الـ AC Circuit دوائر الـ AC المربوطة على التوازي، يعني سواء كانت مقاومات مربوطة على التوازي ومقاومة متسعة، مقاومة محاثة، محاثة متسعة، كلهن مربوطات على التوازي. شلون نحل هيج دائرة؟ نجي نشوف مثلا عندنا، طبعا احنا دائما نتعامل ويا من ويا امبيدنس. امبيدنس اللي هي الزد، الزد يسموها امبيدنس الممانعة، اللي هي تتكون من ار واكس ال واكس سي، او قد تتكون بس من ار، او تتكون من ار و ال، او تتكون من ار و سي، او من سي و ال حسب الدائرة. فالزد يعني متغيرة دائما حسب المعطيات بالسؤال. فإذا كانت الزتات على التوازي، هاي زت 1 زت 2 زت 3 إلى زت ان من الإمبيدنسز، شلون نجي نحسبها؟ تقدرون تحسبوها بالطريقة العادية اللي هي 1 على زت توتال يساوي لنا 1 على زت 1. يعني شلون مثل بالضبط شباب، لا تدوخون. نفس ما تحسب المقاومة الكلية، من كنا خلينا نفرضها بس مقاومات، من كان عندنا هنا بدال زت 1 ار 1 وار 2 وار 3، وريد نحسب ال R total. شو نقول؟ نقول 1 على R total يساوي لنا 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. نفس الشيء هنا عندك Z1 وعندك Z2 وعندك Z3، تقدر تقول 1 على Z total يساوي لنا 1 على Z1 زائد 1 على Z2 زائد 1 على Z3. هاي حالة. أو تقدر، أنت مخير أنه تقدر تقول، نفرض انه الواي مالتي اسمي واي، الواي يسموه ادميتنس، لما قلنا الزت امبيدنس الواي ادميتنس، اقول واي يساوي 1 على زت، يعني مثل ما احنا قلنا 1 على زت توتال يساوي لنا 1 على زت 1 زائد 1 على زت 2 زائد 1 على زت 3. نقدر نقول واي تساوي واي 1 زائد واي 2 زائد واي 3. ليش؟ لان الواي هي عكس الزت، يسموها ادميتنس عكس الزت، الواي تساوي 1 على زت. فمثل ما قلت لكم مثلا عندي زت توتال تساوي ان ار زائد ناقص جي اكس، اذا نقدر نحلها بطريقة الواي، شو اقول؟ اقول واي توتال تساوي ان 1 على ار زائد ناقص 1 على جي اكس، يطلع عندي الواي توتال. فناخذ مثال حتى تشوفون شنو اللي نقصده هنا. بالسؤال اقول لك for the circuit shown، عندنا هاي السيركت فيها مقاومة مربوطة على التوازي ويا من ويا المحافة. طبعا هنا نعطينا الرادة الحثية اللي هي ال XL reactance inductance، اللي هي ال XL نعطينا 10 اوم وال R نعطينا 20 اوم. شباب تنتبهون ملاحظة مهمة، اذا انطيتك الملف بالهنري، يعني مثلا 0.5 ملي هنري، لازم اول شيء شو تسوي؟ تحوله الى الاكس ال اللي تحسب. ما يصير تجمع المقاومة ويا الملف قبل. ليش؟ لان المقاومة وحتى اوم، الملف وحتى هنري، لازم نحول الهنري الى اوم. شلون نحولها؟ نستخرج اكس ال، والاكس ال قانونها يساوي لنا 2 في باي اللي هي 3.14 في اف اللي هو التردد، انا انطيك اياه بالسؤال، في ال اللي هي مثلا 0.5 في 10 اس ماينس 3، تتحول الى اوم. الاكس ال ذكركم بالقانون مالته، هو 2 في باي في اف في ال. ما يصير تجمع هنري ويا المقاومه مباشره، لازم تحول الى اوم. فهنا قبل انا انطيك اياه بالسؤال اوم، قلت لك ذيك الحاله، اذا في حاله انه انطيتك يا هنري لازم تحوله الى اكس ال، تحوله الى واحد تا اوم، يلا تبدي تشتغل. هنا انا ايش قايل لك بالسؤال؟ احسب الادميتنس اوف ايتش برانش. ادميتنس واحنا قلنا نعطيك هنا ار واكس ال مربوطات على التوازي. الار نقدر نقول هنا زت 1 وهنا عندي زت 2، فنطلع واي 1 ونطلع واي 2. واي 1 هنا اللي هي تساوي لنا 1 على زت 1، يعني 1 على R مقاومة دائما زاويته صفر، فواحد على 20 الزاوية صفر،
واحد على 20 هو بوينت، هو 5 والزاوية 0، طلعنا واي 1. نجي نطلع الواي 2 اللي هنا، اللي هي واحد على زد 2. الزد 2 هنا هو اكس ال، فواحد على اكس ال والزاوية ماينس 90. ليش؟ انه واحد على اكس ال والزاوية 90، مفروض هي الزاوية 90، واحد على اكس ال والزاوية 90، ال 90 تصعد فوق شو تصير؟ ماينس 90. فواحد على اكس ال زاوية ماينس 90، واحد على 10 زاوية ماينس 90، طلعوا بوينت واحد زاوية ماينس 90. هسه طلع عندي نقدر نقول طبعا الزاوية سالب 90 نمثلها بالإيماجينري، صير سالب جي، فصار عندي سالب جي في 0.1 سالب 0.1 جي. واي توتال اذا يساوي لنا واي 1 زائد واي 2. الواي 1 طلعناه 0.05 زائد واي 2 اللي هي ناقص جي 0.1، تطلع عندي 0.05 ناقص جي في 0.1. فايند بوت امبيدنس يعني زد توتال، سهله. زد توتال هو عكس الادمتنس، واحد على واي توتال، واحد على 0.05 ناقص جي 0.3، تطلع واحد على 0.112 ماينس 63.43. ال 0. يعني واحد على 0.112 تطلع 8.93. الزاوية تصعد فوق تصير إشارتها موجبة. هاي خطوة. خطوة ثانية نقدر نتعامل وياها مثل ما قلت لكم، حالة اعتيادية كأنما مقاومات. تذكرون المقاومة الكلية، سواء المقاومة الأولى عندما مثلا مقاومة واحد ومقاومة اثنين مربوطات على التوازي، شو أقول؟ المقاومة الكلية سواء مقاومة واحد في مقاومة اثنين على مجموعهم ضرب على جمع، إذا تتذكرون. فنفس الشيء نقدر نقول زد 1 في زد 2 على زد 1 زائد زد 2، طلع نفس الناتج. هذا الادمتنس دايجرام ما مطلوب من عندكم، ما مطلوب من عندكم الادمتنس دايجرام. نجي الى مثال لاخ، يقول احسب الادمتنس مال هذا البرانش، احسب الانبوت امبيدنس، احسب ال او تقول درو ادمتنس دايجرام. مثل قلت لكم الدرو ادمتنس دايجرام مداخل. هنا انا احسب الادمتنس لكل برانش، يعني واي 1 واي 2 واي 3. فايند انبوت ادمتنس يعني الواي توتال اللي هي واي 1 زائد واي 2 زائد واي 3. احسب الانبوت امبيدنس اللي هي زد توتال. الفرع الاخير درو ادمتنس دايجرام مداخل. عندي هنا مقاومه وملف ومتسعه. شوف شباب، هنا الاكس ال ناطق اياه قبل اوم، والاكس سي هم ناطق اياه اوم. قبل شوي قلت لكم الاكس ال اذا انطاني اياه بالهنري حوله الى اكس ال، شنو نسوي؟ 2 باي اف ال. زين، واذا المتسع انطاني اياه بالفراد هم لازم نحولها. الاكس سي يساوي لنا 1 على 2 باي اف سي، 1 على 2 في باي في اف في سي. نجي هسه شباب، نعطيني مقاومة مربوطة على التوازي ويا الاكس ال، مربوطة على التوازي ويا الاكس سي، معناته هذا هو زد 1، هذا هو زد 2، هذا هو زد 3. الار زد 1، الاكس ال زد 2، والاكس سي زد 3. واقول لك احسب لي ادمتنس اوف ايتش برانش، يعني واي 1 واي 2 واي 3. واي 1 هو 1 على زد 1، واي 2 هو 1 على زد 2، واي 3 هو 1 على زد 3. نيجي نطلع واي 1 واحد على زد 1 يعني واحد على ار، واحد على 5 طلعوا بوينت 2. واي 2 هو واحد على زد 2 يعني واحد على اكس ال، واحد على 8 والزاويه 90، واحد على 8 والزاويه سالب 90 تصير. ليش؟ انه 90 تصعد فوق تصير سالب 90، يطلعوا بوينت 125 زاويه ماينس 90. نقدر نقول سالب جي او بوينت 125، لانه سالب 90 نقدر نمثلها بسالب جي ايماجينري. واخر شيء عندنا الاكس سي واي 3 يساوي 1 على اكس سي يعني 1 على 20 والزاويه ماينس 90. المتسعه الزاويه مالتها ماينس 90، المحاثه الزاويه مالتها 90. فواحد على اكس سي والزاويه ماينس 90 تصعد فوق تصير 90، 1 على 20 زاوية 90 طلع 0.05 زاوية 90 طلع جي 0.05. واي توتال يساوي لنا واي 1 زائد واي 2 زائد واي 3. واي 1 هو 0.2، واي 2 سالب جي 0.125، والواي 3 0.05. ينجمعان، طبعا تجمع الايماجينري ويا الايماجينري ويعطيك ريل ايماجينري بالاخير. نقدر نحولها من ريكتانجولار الى بولار مثل ما علمتكم بالكومبلكس نمبر. طلعنا الواي توتال، هسه زد توتال 1 على الواي توتال. يعني هاي اختيارية، اما بهاي الطريقة يا اما بهاي الطريقة.
الادمتنس دايجرام مداخل. مثال الاخ find the admittance of the circuit، نعطيني قبل شوية كنا يعني الطرف هنا بس مقاومة مثلا، هنا أنا بس مثلا ملف، أو هنا أنا بس محاثة. هسه لا، خبط، مقاومة ويا المتسعة مربوطة على التوالي، وهنا المقاومة 10 مربوطة توالي ويا 0.1 أوم اللي هي مال المتسعة و 4 أوم مال الملف. بالتالي هنا أول ما تيجي شباب طلع هنا Z1، طلع هنا Z2. Z1 شلون طلعه؟ 6 ناقص جي 8. Z1 هو 6، Z1 هو 6 ناقص جي 8. ليش؟ يعني قلت لكم الرادة السعوية قيمتها مثلا 8 أوم، بس الزاوية تأخذها ماينس 90، فتصير سالب 8 جي، لأنه الماينس 90 نمثلها بالإيماجينري ماينس جي، فتصير 6 ماينس 8 جي. أنا أريد أطلع Y1، فY1 هو 1 على Z1، 1 على 6 ناقص 8 جي. بالتالي تقدرون يا اما تضربوه بالمرافق، هنا طبعا تقدرون تضربوه بالمرافق في 6 زائد 8 جي على 6 زائد 8 جي، تضرب المقام ويا المقام والبسط ينزل 6 زائد 8 جي، يصير 6 تربيع زائد 8 تربيع، تتوزع الريل على الريل والايماجينري، فيصير 6 على 100 يعني 6 تربيع 36 زائد 8 تربيع 64 يطلع لك 100. 6 على 100 زائد جي 8 على 100 يطلع 0.05 زائد جي 0.08. زت الثانية هي عبارة عن مقاومة ومحاثة ومتسعة، فعشرة ناقص جي 0.1 زائد جي 4، لأنه الرادة الحثية منطيك إياها تأخذها 4 والزاوية 90، والرادة السعوية 0.1 والزاوية ماينس 90، فصير 10 ناقص جي 0.1 زائد جي 4، هاي زت 2 تطلع 10 زائد جي 3.9. سنجي نقول Y2 يساوي 1 على Z2، 1 على 10 زائد جي نضربه بالمرافق اللي هي 10 ناقص جي 3.9 على 10 ناقص جي 3.9، يضرب المقام والمقام تطلع عندنا 0.087 ناقص جي 0.034 Y total هو Y1 زائد Y2. نفس المثال اللي أخذناه قبل شوية، بس هنا شنو حيطلب من عندك؟ هذا المثال يريد من عندك Z total، ويريد من عندك طبعا draw admittance diagram قلنا مداخل، يريد من عندك تيار الكلي وتيار المقاومة وتيار الملف. تيار الكلي طالع منه، ويريد تحسب تيار المقاومة وتيار الملف. draw current phasor diagram همينه ما مطلوب منك، أي phasor diagram هنا ما مطلوب. احسب ال active reactive complete apparent power، واحسب ال power factor. نجي نباوع انه ناطيني فولتيج، فولتيج الاي سي اللي هي 28.283 ساين اوميجا تي زائد 53 درجة، ناطيني الفولتيج وناطيني مقاومة وناطيني هنا محافة. اذا نجي هسه نريد نرسم الدائرة مالتي بشكل افضل، هنا طبعا هاي شلون ال 28.283 ساين اوميجا تي زائد 53.13 صارت 20 والزاوية 53.13. هنا ناطيني ال في اس يساوي لنا في ماكس ساين اوميجا تي، ال في اس ال في سورس يساوي لنا في ماكس ساين اوميجا تي. ناطيني فولتية الاي سي متغيرة مع الزمن، لازم احولها الى فولتية لها قيمة ثابتة، ناخذ لها روت مين سكوير، يعني طلع VS RMS voltage source RMS، يعني VS RMS يساوي قانونه يقول ال Vmax على جذر 2. قانون ال V source root mean square يساوي لنا V max على جذر 2، حتى طلع قيمة ثابتة مو متغيرة مع الزمن. زين ال V max يا هو هذا ال V max، هذا هو ال V max،
اللي هو شقد؟ اللي هو 28.283. قسمها على جذر 2 تطلع عندك 20، والزاوية تاخذ الزاوية هاي اللي هي 53.13، فطلع لك الفولتية قيمة ثابتة اللي هي 20 والزاوية 53.13. نرجع نقول هذا اللي نعطيك اياه هو في سورس فولتية الاي سي اللي هي 28.283 ساين اوميجا تي، يعني في ماكس ساين اوميجا تي. في ماكس ساين اوميجا تي متغيرة مع الزمن نحولها الى قيمة ثابتة. شلون نحسب الروت مين سكوير مالتها ار ام اس؟ يساوينا في ماكس على جذر 2، الفي ماكس هو 28.283 تقسيم جذر 2 تعطيك 20، والزاوية 53 تاخذها تحطها هنا. هذا هو كل ما بالموضوع، اتوقع واضحة شلون صارت 20 والزاوية 53.13. هسه نرجع شباب، عندنا هنا R وعندنا XL. أنا شنو أريد نطلع؟ أريد أول شيء نحسب draw impedance admittance diagram مداخل، نريد نحسب Z total. حتى أحسب Z total يا ما أقول 1 على Z total يساوي لنا 1 على Z1 زائد 1 على Z2، يا أما أطلع ال Y total وأطلع Z total أقول يساوي لنا 1 على Y total مثل ما هنا نطلع. أجي أول شيء أطلع عندي Y1 هو 3.33 أوم، وال Y2 عفوا 1 على 33.3 اوم، وال y2 هو 1 على 2.5 والزاوية 90، فy total يساوي لنا y1 زائد y2 يساوي لنا 1 على 3.33 والزاوية 0 للمقاومة، زائد 1 على 2.5 والزاوية 90، ال 90 تصعد فوق تصير سالب 90، 1 على 33.3 يطلع 0.3، و 1 على 2.5 هي 0.4 وسالب 90 يصير سالب j، ونحولها الى بولر يا 0.5 والزاويه 3 سالب 53.13. زد توتال هو 1 على واي توتال 1 على 0.5 والزاويه سالب 53 يطلع 2 والزاويه 53.13. ادمتنس دايجرام مداخل، هسه نرجع نحسب شنو؟ نحسب التيار، نحسب التيار. التيار شي يساوي لنا فولتية على زد، فولتية على ممانعة بالاي سي. التيار يساوي لنا فولتية على ممانعة، الفولتية 20 زاوية 53 وزد توتال 2 زاوية 53، 20 على 2 10، عند القسمة تطرح الزوايا 53 ناقص 53 تعطيك 0. هذا هو التيار الكلي. اذا اريد احسب تيار المقاومة نرجع للدائرة شباب، هاي الدائرة مالتي اي ار اريد احسب. نعرف انه بما ان الدائره توازي فالفولتيه المصدر هي نفسها فولتيه المقاومه هي نفسها فولتيه المحافه، ليش؟ لان الدائره مربوطه على التوازي. فاي ار هو اي على ار، 20 زاويه 53 على 3.3 زاويه 0 يطلع 6 وزاويه 53، وتيار المحافه اي على اكس ال، 20 زاويه 53 على 2.5 زاويه 90 تطلع 8 وزاويه سالب 36.87. لو تجمع هاي ويا هاي تعطيك هذا التيار، طبعا بعد ما تحوله الى ريكتانجولر مثل ما تشوف. هاي الشيء هاي الك مو مطلوب منك، الفيزر كانت ما مطلوب. هسه نيجي شلون نحسب الباورات. الاكتف باور البي شي يساوي لنا في في اي كوساين فاي، الفولتية 20، الاي 10، كوساين زاوية التيار اللي هي 53.13 وطلع 120 واط. الرياكتف باور هو اي في الاي ساين فاي، 20 في 10 في ساين 53 يطلع 160 فار. الابيرنت باور هو بي زائد جي كيو، 120 زائد جي 160 تطلع عندنا ك كومبلكس ابيرنت باور. الباور فاكتور كوساين فاي كوساين 53 يطلع 0.6 لاجينج. لهنا يا شباب طبعا ذني كلش مهمات ومطلوبه من عندكم. نجي ناخذ دارة لوخ ان تيار قيمته 10، نعطي شفنا نعطيني تيار قيمته 10 والزاويه 0. انتم لا تدوخون، تعاملوا وياها كانما تتعاملون ويا دوائر دي سي، تشبه دوائر دي سي يعني كتوالي وتوازي نفس الشيء، بس انتبهون انه المتسعه من يعطيك رقم انت تحط بصفه الزاويه سالب 90، والمحاثه يعني يعطيك اياها بالاوم تحولها الى نفس الرقم تحطه بصفه الزاويه 90. For the circuit find Z total. Z total نقدر نطلع وايات، Y1 زائد Y2 1 على R زائد 1 على XC،
الار 1.67 زائد 1 على، شوفوا هنا حطيت زاوية سالب 90 تصعد فوق تصير 90، طلع واي توتال، طلع زد توتال 1 على واي توتال. بما انه عندي واي وعندي تيار كلي فنقدر نطلع الفولتية اي على واي توتال تطلع 10 والزاوية سالب 53.13. نقدر نحسب تيار المقاومة من قانون ال، بما انه طلعت الفولتية نفس الفولتية هنا فنقدر نطلع التيار هو فولتية على R، وهنا التيار الـ IC هو فولتية على الـ XC. نفس الشيء نقدر نحسب الـ Active Power هو E في الـ I cosine phi، والـ Reactive Power E في الـ I sine phi، تعويض مباشر وطلع الـ Apparent Power، وتقدر تطلع الـ Power Factor اللي هو cosine phi. نفس الشيء شباب هنا عندي R وعندي XL وعندي XC، نقدر نطلع الـ Y total هي Y1 زائد Y2 زائد Y3، نقدر نطلع Z total يساوي 1 على Y total، نعطيني الفولتية الكلية، نقدر نطلع التيار الكلي يساوي الفولتية الكلية على Z الكلية، ونقدر نحسب الـ Power Factor cosine phi. هنا أمثلة إضافية لكم، هنا سهلة هاي، إذا تريد تحسب Z total قبل 4 زائد جي 8 وبتقدر تحولها الى بولر كرقم وزاوية. ناز التوتال هي R زائد جي 10 ناقص جي 12، وهم تقدر تحولها الى بولر. هنا عملنا نفس الحالة، عندنا مقاومة وعندنا ملف، تقدر تحسب التيار، تحسب باور، تحسب باور فاكتور، كلهن شباب تطبيق مباشر ما بيهن اي شيء، كلهن ذني الامثله مطلوبه من عندكم ما عدا الفيزر دايجرام، هذا مطلوب منكم ذني كلها مطلوبه شباب. ناخذ هذا مثلا، هذا هنا عندنا درايف اكسبريشن فور ايكوفالنت امبيدنس سيركت شون فيجر، عندنا R1 أو شباب هذا ما مطلوب داخل ما يخالف، شوية صعب معقد عليكم، من السنة الجاية مادة تحليل دوار تاخذوه، شوية صعب عليكم الاشتقاقات ما مطلوبة، ما مطلوب أي اشتقاق عندكم. لا نفس الشيء توازي، هاي الدائرة مثلا هنا عندك مقاومة، هنا مقاومة محاثة ومقاومة هنا متسعة، إذا أريد أطلع زد توتال شباب عندك هاي المقاومة مربوطة على التوازي ويا هاي المحاثة المقاومة، وراها من توازيهم يصيرون كلهم توالي كأنما تتعامل ويا مقاومات. شوف إن هذا المقاومة 10 توازي ويا الثلاثة زائد جي 4 توازي ويا الثلاثة زائد جي 9. هذا المثال ما مطلوب منك، هذا مطلوب تطبيق مباشر ما بي شيء، فايزر دايجرام مطلوبة. إلى دائرة الرنين، لهنا تنتهي المحاضرة هذا اليوم إن شاء الله. دائرة الرنين ما مطلوبة من عندكم مداخله هاي السنة، تاخذوها السنة الجاية إن شاء الله. دائرة الرنين هذا التكملة هاي كلها شباب مداخله عندكم، دوائر الرنين مداخله إن شاء الله إلى نهاية المزمة بداخل عندكم.